عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. النهاردة هشرح لكم برنامج فيدميت. البرنامج ده هو اللي بينزل فيديوهات او صوتيات من على الفيسبوك او على اليوتيوب. الابليكيشن ده طبعا مش موجود على الاسطور لا بتاع جالاكسي ولا الاسطور بتاع جوجل، فبالتالي بتنزله عادي بالبحث، بتبحث على جوجل كروم او بتبحث على المتصفح اللي عندك عن فيديو ميت او فيد ميت. الايقونه بالشكل ده تحت هنا بفتح البرنامج ده اسمه فيد ميت، تلاقي الايقونه بالشكل ده بالظبط، هيظهر لك زي ما انت شايف كده فوق. ده الابلكيشن بتاعنا، عليه الفيديوهات وعليه حاجات وعليه سطور هو خاص بيه. ما يشغلناش احنا، اللي شغلنا دلوقتي ان انا مثلا لو فتحت الفيسبوك ودخلت بسرعه على الايه الفيديوهات واخدت اي فيديو انا عاجبني مثلا، عملت له هعمل هنا كوبي لينك وهرجع للبرنامج تاني اللي هو فيد ميت. هدخل هلاقي بيقول لي ان انت خدت الفيديو بتاعك كوبي، عايز تروح له؟ اروح له. لما افتح كده هيروح هو للفيديو بتاعنا وهنلاقي الفيديو ظهر لي اللي انا كنت اخده كوبي او نسخ من الفيسبوك. هنضغط على الايقونه الحمراء، لما نضغط على الايقونه الحمراء هيظهر لي الجودات اللي انا عايز احمله بيها، 360 ولا 480 ولا 720. هنختار الجودة اللي احنا عايزينها، ولتكن مثلا 360 او نختار مثلا 720، واعمل داونلود. هيظهر علامة الداونلود زي ما انتم شايفين كده في الاخر تحت، وكده الابليكيشن بتاعنا اتعمل له داونلود. هيظهر اعلانات في الفيديو في الفيد ميت ده، ما يشغلناش برضو. كذلك برضو لو رحنا لليوتيوب وفتحنا اليوتيوب واي فيديو هيعجبنا على اليوتيوب، نجرب مثلا اي فيديو يعجبنا على اليوتيوب زي الفيديو ده مثلا، دخلنا على اليوتيوب. Advertising on YouTube helps me reach engaged customers like Jenna, who's been searching for landscapers on Google. هنعمل كاني بعمل شير واخد الكوبي لينك ونرجع نقفل ونرجع للفيد ميت تاني. هيقول لي انت خدت لينك، اخدته كوبي، تعمل داونلود؟ اعمل داونلود. هروح له بيحلل وبيقول لي انت عايز تنزله صوتيات ميوزك ولا فيديو؟ فيديو مثلا، وهنزله المره دي بجوده 360. هعمل داونلود، هتلاقي العدد بيعد تحت كده وكده الفيديو نزل. طبعا التحذير بس، الابلكيشن ده مش لطيف، عليه حاجات فيديوهات مش لطيفة وعليه محتوى ما ينفعش الأطفال، عليه ستور خاص بالأفلام والسينما والأفلام الجديدة، وفي بعض المقاطع السيئة طبعا ما انصحش بيها للأطفال وما انصحش بيها للناس اللي تستخدمه في أغراض مختلفة. ولكن ان احنا بنقول ان احنا بنستفيد من حاجه كويسه بس في البرنامج، وطبعا يعني اتمنى اكون فدتكم من استخدام البرنامج ده، واتمنى الناس تستخدمه بس في الخير مش في حاجه سيئه يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.